السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أتقدم أول شيء بالشكر إلى جمعيتنا النويدرية بما قدمته لنا من خدمات اجتماعية واقتصادية. ومن ثم أذكر لكم قصة حياتي من طقطة على قولهم. والسلام عليكم. فأعتبر نفسي أنا كخامة من خامات المجتمع. بدأت يتيما ثم دخلت العملية التعليمية الابتدائية، ومن ثم اعتمدت على المساعدات الاجتماعية للقرية، ومن ثم تطور إلى العملية الإعدادية وقمت التحقت بالعمل إلى مؤسسة حسن محمود، وكان الراتب خلال أسبوعين 12 دينار، وكنت أخذ في السنة أو 4 ثياب من النوع، ما على أساس أن أحمي نفسي لو صادني ظرف معين، أني وش ما تقول عندي ثياب قاصرة أو بالطريقة هذه، كنت يعني أحمي نفسي. خلصت العملية اللي هو إيش الإعدادية، رحنا العملية الثانوية. العملية الثانوية التحقنا بأحمد منصور العالي، كنا نعمل ليل ونهار زامين، أول ليل وآخر الليل، يعني أول ليل ونهار. والتحقنا أيضا بمؤسسة ألبة أيضا ويا أحمد منصور العالي، استمريت إلى أن أنهيتها وخلصتها وتخرجنا من العملية الثانوية. وحن نشتغل نستمر يعني. ظلت العملية الجامعية. العملية الجامعية والله أنا أتخرج ولا عندي فلوس، كلش مفلس يعني. سافرت حصلت لي مقعد في جامعة الكويت. المقعد عبارة عن وش المقعد؟ يعني الحمد لله يوفرون لك غسيل أكل وسكن. قلت بس هاي العناصر الثلاثة اللي ممكن أعتمد عليها بعملية تكملة وإيش حياتي الدراسية. الحمد لله والتحقنا بإدارة الأعمال في جامعة الكويت. ثم تم صرف لنا 10 دنانير متى بعد سنتين من قبل السفارة البحرينية. أرجع من الجامعة إلى البحرين أريد أستمر في العمل. أنا أشكر بصراحة مؤسسة بوشيري، بصراحة مؤسسة بوشيري سنويا يوفر لي بطاقة عمل. بطاقة العمل هذه يعني إذا جيت هاي البطاقة تعاوشت ولي أنا، يعني موفرين لي الإمكانيات الإقتصادية أشتغل لمدة 2 شهر وأرد نستمر نسافر مرة ثانية. ظلت 4 سنوات أشتغل وياهم يا أحمد منصور يا مؤسسة بوشيري إلى أن الحمد لله تخرجنا وكونت حياتي. وأنا أشكر أيضا قرية النويدرات الحمد لله أنهم ساعدوني في عملية ويش في بناء بيتي. الحمد لله أنا كنت فقير معدم لا أملك أي شيء. وأنا أشكر أيضا الأخ أبو رائد حميد منصور عباس اللي تقدم لي قال لي أحمد تعال هذه أرض موجودة تأخذها واشترها. وأنا كنت ذيك الأيام موفر لي حوالي 4000 دينار، يعني وصلت يعني قدرت عقب ما اشتغلت التحقت في العمل وفرت لي 4000 دينار. وكان الأخ أيضا عبد الله ربيع الله يحفظه وأخوه رضي قلت تعالوا معي على سنة المبلغ أنا ما عندي بيزات على سخافة تروح علي الخسارة أو شيء، فتعالوا ياي شهود احتياطا إي ما مش أمان. وكان الأستاذ سليمان اللي تعرفون مدرس اللغة الدينية، وبالفعل رحنا سترة ومركوبان قلنا كم الأرض اللي يقول لي هي الحين موصلة 2700 قلت هاي 3000 دينار بس عطني إياها بس أشتريها أخذها. أي والله الحمد لله. فكان الأخ عبد الله ورضي الحمد لله يرحم والديهم كانوا شهودنا إنه من اسمها عبد الحسن عيد كانت الأرض. والأول ذيك الأيام الأراضي طايح الفوت بدينار كان. شرينا الأرض الحمد لله. وكان الأخوان لا زال أبو رائد وياي يتابعني يقول ها خلاص خدت الأرض قلت خدنا الأرض. اللي يقول الله جيب لك حجارة بعد حقويت قال نأسس لك القاعدة الفنديشن مالك بعد نخلصه. وقاموا الحمد لله يعني الأخوان وتعاونوا وياي وأسست اللي هو القاعدة
في البيت الحمد لله. وكان الرسم الهندسي له نفس بيت حسن درباس وحسن عجوز نفس التفصيل على فكرة. اي من واحد كوري اعطنا اياه واخذناه من عبد الغني الله يذكره بالخير. جعفر سند. وجعفر سند. زين على الشغله هذه بنيناها. والحمد لله قوموني الفنديشن استطعت ان اعتمد على الجمعيات واعتمد على نفسي ولم استفيد من خدمات الاسكان للامانه اقول لكم ما اخذت قرضه ولا اعطوني ارض وانا قدمت لهم طلب حق ارض ما اعطوني ارض ولا حصلت منهم شيء. وقمت على خلال 5 سنوات انا اخذ يعني على قولنا بالقنطراز كان بالمية قال بالمية قلت هالخمسة دقائق قلت اشتغل خلص قنطراز مالي يعني امشي خطوات يعني خلص الطابوق خلص الانتر خلص الطابوق ردينا باقي الان الفوقي الحمد لله وكملت على راحتي وسكنت في عام 1985 ولم اكمله داخل الحمامات كان الحمامات قاصرين وظلت العملية حصلت لي على الاقل مبلغ ايضا 1000 دينار من جمعيات وريت واصلت الحمد لله سكنت ودخلت الكهرباء كان الكهرباء مان عبد الحسين درباز الحمد لله كان ايضا هذا المبلغ ما عندي بيزات قلت بقصر قال جيب اقساط مو مشكله قصدت المبلغ وايضا كان المنيوم الشرق كان ايضا يدور الدريه يدور القريه تذكرون يمكن اي قال تعال انا مو مشكله اركب لكم المنيوم وبيبان وكل شيء قسطوني بالفعل وبالفعل رحت له وسوى لي كل شيء وكون البيت وركب الالومنيوم وقسطنا المبلغ خلال 4 سنوات خلص موضوعي بدون ما اخذ لي قرضه وبدون ما اخذ اي شيء ايضا وبدون فوائد ايضا اعطانا وسكنت هاي البيت والحمد لله تزوجت وجبت اولاد وكلهم خرجتهم وربيتهم وطلعتهم وخليتهم كفاءه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.